سل العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء، الذي نواصل الحديث في جزئه الأول عن فقه الصلاة وأحكامها، صحبة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا بكم. شيخنا، ما زلنا نتحدث عن قضايا الاستخلاف والمسائل التي ذكرتموها. ذكرتم في الحلقة الماضية معنى الاستخلاف وحكم الاستخلاف، وكذلك متى يعني يستحب للإمام أو يجب عليه أن يستخلف، وبعض المسائل الأخرى التي تبطل فيها. ذكرتم 13 مسألة تبطل فيها صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأمومين. نواصل الحديث عن الاستخلاف، وهناك بعض المسائل. أبدأ بشيخنا، إذا كان المأموم واحدا فقط، إذا كان الإمام والمأموم فقط، ما العمل حينها إذا طرأ للإمام أحد الأمور التي ذكرتموها في الحلقة الماضية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وبعد، في المسألة التي تحدثتم عنها، وهي قضية أن يكون مع الإمام يعني رجل واحد وحدث له عذر أو بطلت صلاته، هو يستخلف هذا الرجل، يعني ينبهه على أنه صار إماما يكمل صلاته، فيعني يبني على الماضي ويستمر كأنه إمام، نعم، بدل صاحبه الذي كان بجانبه. نعم. طيب شيخ، هل يذكر الفقهاء للاستخلاف كما يذكرون في الإمامة وفي غيرها شروط صحة لهذا الحكم أو لهذه الهيئة من الصلاة؟ لا، الشيء الذي يقيدون به هذه المسألة أن المستخلف يكون ممن حضر الإمام ركعة فأكثر، يعني لا يكون جديدا يلتحق به في ذلك الوقت. هذه المسألة. بقي، انتبهت لأن أنكم في حلقة ماضية يعني كأنكم تحدثتم عن قضية وجوب إعادة ما يفعله المسبوق الذي قدمه الإمام، نعم، فأصبح إماما بدل ماموما وهو من المسبوقين. نعم. فأنا قلنا هي مسألة فيها نوع من التفاصيل وربما يكون فيها صعوبة. نعم. بقي مسألة أخرى تركناها في الاستخلاف، وهي من الأمور التي يعني يستخلف فيها الإمام غيره من المأمومين، ولم نذكرها فيما أعتقد، وهي إن عجز أثناء صلاته عن ركن من الأركان. لما دخل الصلاة كانت صحته طيبة، ولما ابتدأها وفي الوسط لا مثلا لم يستطع الركوع أو لم يستطع السجود إلى غير ذلك، هذا أيضا يستخلف، ينيب غيره ليكمل بهم الصلاة. نعم. هذه مسألة تركناها. مسألة أخرى تركناها أو تحدثنا عنها بعكس ما نريد، وهي مسألة الخوف. قلنا احنا ذكرناها في المسائل التي تبطل على الإمام ولا تبطل على المأموم، بل صلاة المأموم صحيحة. نعم، هي قلنا احنا يوزع الإمام المحاربين المأمومين إلى فرقتين، فيصلي بالفرقة الأولى كما سنذكر صلاة الخوف، يصلي بهم إما ركعة أو اثنتين، ثم بعد ذلك يستأخرون فيتمون لأنفسهم. هذه في الحالة هذه
إما أن تبطل صلاة الإمام بعد أن غادره أو غادرته هذه الفرقة ليتموا لأنفسهم، حدث شيء للإمام أبطل صلاته، هذا تبطل على الإمام ولا تبطل على المأموم الذين فارقوه ليقضوا ركعتين أو اثنتين وحدهم بدون إمامهم. نعم، هذه من المسائل التي تبطل على الإمام ولا تبطل على المأموم. نعم. نبدأ شيخ من أول مسألة ذكرتموها وهي قضية أن يدرك، ذكرتم من شروط صحة الاستخلاف أن يدرك المأموم المستخلف يعني ركعة فأكثر مع الإمام، أن يكون ممن أدرك معه صلاته بإدراك هذه الجماعة. وذكرتم أظن في الحلقة الماضية أنه إذا لم يدرك ركعة يمتنع عن المستخلف عن الدخول للإمامة، أليس كذلك؟ نعم تماما. وفي حال إذا دخل وهو مسبوق بركعة أو أكثر كيف يتم صلاة المسبوقين، كيف يتم صلاته ويؤم الناس في ذات الوقت؟ نعم، إذا استخلف الإمام مأموما مسبوقا حضر من هو معه بعض الركعات ولم يحضر البقية، هذا يتقدم كأنه إمام فيكمل بالمأمومين ما يعني ما صلى بهم إمامهم، يعني فإذا تم كأنه إمام الآن الإمام السابق كأنه لما يكمل صلاته يشير إليهم أن امكثوا بيده، يعني يبقوا جالسين يأتي بما نقصته صلاته يكمل كمسبوق. وكل هذا المأمومون لم يسلموا ولا يفعلون شيئا، ثم بعد ذلك فإذا يعني فإذا سلم أي انتهى من قضاء صلاته كمسبوق يسلم بهم فيسلمون معه. بقي مسألة أعقد من هذه تحدثنا عنها حتى في الحلقة الماضية أعتقد التي قبلها، في حالة ما يكون هناك مسبوق آخر. نعم، هذا نعم. الإمام الذي حدث له عذر كان معه مسبوق آخر غير المسبوق الذي قدمه، فماذا يفعل كل من المسبوقين؟ أما المسبوق الأول فقد ذكرناه، قلنا يعني ينتهي بهم يعني يكمل بهم ما فات المأموم الأول. إذا كان هو مثلا حصر المأموم الأول حصل يعني دخل هذا الرجل الذي الآن استخلفه تارة حصر ركعة تارة اثنين وتارة ثلاثة يكمل بهم كأنه الإمام السابق. نعم. فإذا انتهى قلنا يشير إليهم أن امكثوا ثم يقوم فيأتي بما سبقه به كأنه مسبوق الآن. نعم. تحول هو وكان في الأول بكله مأموم مسبوق ثم صار إماما ثم تحول بعد ذلك إلى مسبوق لهذا الإمام، يشير إليهم فيقوم ويأتي بما فاته هو ويسلم فيسلمون معه إلا المسبوق الآخر أو أكثر الذين كانوا مسبوقين مع الإمام الأول. إذا سلم هذا من استخلفه الإمام إذا سلم من صلاته في النهاية يقوم المسبوقون أو المسبوق حسب الحالة فيتمون لأنفسهم وتصح صلاة الجميع. نعم نعم. طيب شيخ، ذكرتم في الحلقة الماضية أنه متى حصل للإمام العذر أو متى تذكر أنه يعني ليس على وضوء أو متى يعني طرأ عليه ذكر مال أو تلف نفس أو غير ذلك، في الحالتين الأوليين ذكرتم أنه لا يحق له بعد تذكره للحدث أو وقوع الحدث منه أن يقوم بأي فعل من أفعال الصلاة أو ركن من أركان الصلاة. فإذا
حصل له العذر حال ركوع أو سجود، هل يقوم من الركوع والسجود ثم يستخلف ولا ماذا يصنع؟ نعم، يقوم من ركوعه ولا يرفع بهم. فإن رفع بهم وقد تذكر الحدث فإن الصلاة تبطل على الجميع. يقوم ويستخلف يعني في ركوعه وسجوده أو في أي حالة من حالاته، لا يعمل بهم عملا، بل يستخلف أحدهم بالقول أو بالإشارة أو بإمساكه من يده إلى آخره. وإذا يتحدث الفقهاء حتى عن تفاصيل أكثر، إذا كانت الصلاة سرية وقد قرأ جزءا من الفاتحة مثلا، يذكر لهذا المستخلف أين وصل حتى يتم بهم، حتى يبني على ما قرأ إمامه. فإن لم يفعل إما لجهل أو لاستعجال أو غير ذلك، فإن هذا المستخلف بالفتح نعم يبتدئ من أول الفاتحة. ما هي؟ هل بعد ذلك المأموم يعني هو الآن في حال الإمام في حال ركوع، تارة يكون المأمومون مثله. ففي حالة الركوع انتبه إلى قصة الحدث مثلا، فإنه يقوم بلاش تكبير، بدون تكبير، لئلا يختلط الأمر على مأمومه، ويستخلف في هذه الحالة بالإشارة أو بغيرها أو بالكلام. فصاحبنا الثاني هذا المستخلف هو الذي يقوم بهم فيقومون بقيامه. وإذا كان في حالة سجود كذلك يقوم بهم، يعني في الحالة اللي هو فيها ما يزيد حتى حاجة إلا بعد أن يكون إماما بهم، سواء كان في مكانه أو في مكان الإمام، فيرفع بهم الثاني هذا من السجود أو من الركوع أو غيرها وتصح صلاتهم. نعم نعم. وفي حالة التلاوة ذكرتم أنه يبدأ من حيث انتهى إمامه. تماما، إذا كان الصلاة جهرية وعلم ذلك، وإلا فينبهه الإمام، هذا الأصل، أو لا إذا لم ينبهه يبتدئ من البداية. نعم. إذا رجع الإمام الأصلي بعد زوال العذر، هل يشرع له أن يعود للإمامة ولا يصلي كمأموم؟ لا يصلي مأموما. نعم، ما عاش يرجع لإمامته. نعم، هذا فقد وظيفته. نعم. إذا لم يستخلف الإمام أحدا فماذا يعمل المأمومون؟ هذه ذكرتها وقلت قضية هو إما أن يكون استحبابا استخلاف أو يكون وجوبا. الوجوب متى؟ في صلاة الجمعة. باهي، إذا لم يستخلف الإمام في غير الجمعة، وقلنا حكم استخلاف استحبابي. نعم. ولذلك ماذا يفعل المأمومون؟ يستخلفون أحدهم فيتم بهم. فإن لم يفعلوا صلوا فرادى، أكملوا صلاة فرادى وصلاتهم صحيحة تماما. أما في الجمعة ما أن شرط الإمامة شرط فيها، نعم، ولذلك لابد من أن يستخلف هذا صاحبنا الإمام. فإن لم يستخلف وجب عليهم أن يستخلفوا. نعم. وإن صلوا فرادى هل بطلت الجمعة ويعيدوها ظهر؟ نعم تماما. نعم. بقي شيء شيخنا تودون التنبيه عليه في قضية الاستخلاف؟ لا أظن ذلك. نعم. طيب طيب شيخ، إذن الأصل أن ننتقل إلى موضوع آخر، لكن إن شاء الله نؤجله إلى الحلقة القادمة، وهي قضية أحكام المساجد التي ذكرها بعض الفقهاء، لعلنا نبدأ بها إن شاء الله في الحلقة القادمة، وننتقل الآن لبعض الأسئلة التي وردت إلينا. أبدأ بسؤال لأحد الإخوة، يقول شخص من الأشخاص سب والدي ووالدتي، هل من العدل أن أسب والديه؟ لا، ليش باعتبار يعني العدل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لا، هذه ليست كذلك.
سب المسلمين ممنوع. وأولا لما سب أباه وسب أمه يعني لا يزيد التهطين بالله كما يقال، فيجعل هذاك الذي سب هو الذي يتحمل الإثم، ولا يعني إذا لم يسب لا أباه ولا أمه هذا المسبوب فإنه يحصل له ثواب كبير. أولا هذاك ارتكب إثما، ثم يعني في العفو هذا وعدم الانزلاق إلى شر آخر سيحصل له الأجر مضاعف. نعم، فهذا ما يعني من حسن حظه. نعم. السؤال الآخر يقول: ما معنى قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ نعم، هي هذه قريبة من المسألة التي حدثت له. يعني الأصل فيها أن المسلم لا يجهر بالسوء من القول، أي شيء ما فيه خير لا بركة في الكلام عنه ولا في إيصاله إلى الناس، ويستثنى من ذلك المجاهر الذي بالعكس كلما سكت عنه ازداد طغيانا. هذه المسألة أحيانا يعني يمكن للإنسان أن يصرح بها إذا كانت رادعة لهذا الظالم، أما إذا لم تحدث له شيئا بأن كان طاغية أو في يده سلطة أو شيء من هالقبيل فعدم التحدث عن ذلك أحسن بكثير. نعم. يعني ما ذكرتموه شيخنا ينطبق على الظالم الذي عم ظلمه. نعم، ما شك في هذا. هو عين سؤاله الآخر يقول: هل يجوز للمسلم أن يلعن ظالما بعينه وإذا كان هذا قد اشتهر بالظلم والفساد والإفساد في الأرض؟ الأصل لا، الأصل في أنه يلعن بالصفات، يعني من توفرت فيه هذه كذا 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 يلعن كالمفسدين في الأرض وكالكفار وإلى آخره. لكن الذي ثبت في السيرة إذا كان الظلم يعني كثيرا وقويا وضرره المسلمين كثيرا، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أشخاصا بأسمائهم بأعيانهم، ولذلك قال بعض العلماء هذا يعتمد على مسألة طغيان هذا الظالم وضرره الذي ألحقه بالناس. نعم. نعم. الأخ حازم يسأل يقول: يعمل في سوق العملات ويدير لشخص أمواله في السوق، هل يجوز عند عملية البيع أن أبيع بسعر غير وأقول له بعت بسعر أقل وأخذ بين قوسين الربح علما بأن هذا عرف في السوق؟ لا، هذا عرف لا يصلح، هذا ليس عرفا شرعيا ولا يوافق عليه الشرع. لا، لابد من تبيان الحقائق. يعني لابد أن تقول لصاحبك هذا، لأن أنت وكيل، والوكيل كالأصيل كما يقال. لكن يستطيع أن يخدم صاحبه مجانا ويستطيع أن يأخذ منه أجرا معلوما، فيعني لا يصح أن تخفي عنه ذلك. نعم، هذا نوع من الغش. نعم، ما يعتبرش فيه عرف السوق. لا، هذا عرف ليس شرعيا وليس صحيحا. نعم. عرفا فاسدا. نعم. أحد الإخوة يسأل: هل يجوز الصدقة أو هل تجوز الصدقة على الذي يتقاضى مرتب فقط؟ القضية هي ما تتعلقش بالمرتب، التعلق بقضية هل هو فقير ولا لا، هل هو فقير أو هو يعني مستور الحال ولا يحتاج إليها. يعني القضية تعتمد على الاحتياج، ليست على مرتب. بعض الناس يتقاضون مرتبا لا قيمة له، هؤلاء فقراء، وبعض الناس يتقاضون راتبا كبيرا فهؤلاء أغنياء لا تدفع لهم الصدقة. نعم. نعم. طيب شيخنا استأذنك، نذهب فاصل ومن ثم نواصل إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. هم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. أخبار بنغازي نشرة خاصة ترصد الأخبار وتناقش الأوضاع السياسية وتسلط الضوء على مشاكل وهموم الناس بالمنطقة الشرقية. تأتيكم كل اثنين وجمعة في الأوقات التالية. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. شيخنا، نواصل إجابة على الأسئلة. أحد الإخوة يسأل: هل يجوز إهداء ختم القرآن للميت؟ هذا من الأسئلة التي تتكرر كثيرة. نعم تتكرر، هي مسألة خلافية. هل يصل الثواب إلى الميت أو لا يصل؟ اختلف الناس في ذلك. منهم من قال إن إهداء ثواب القراءة للميت يصله، وبعضهم نفى ذلك وقال إنما الثواب للقارئ لا للمقرئ. وبعضهم ماذا شيخ؟ لأن الصوت انقطع. يقول إنه إن هذا جائز لأن ثواب القراءة يصل إلى الميت. نعم. وبعضهم من نفى وصول الثواب إلى الميت وقال إنما يستفيد القارئ لا المهدى إليه. أحد الإخوة يقول كان جنوبا والماء متوفر لكنه كان مصابا بالزكام فتيممت، والتيمم لم يكن مثل ما يعني ذكرتم سابقا، فهو يعني ضرب باليدين مرة واحدة ومسحت الوجه واليدين إلى الرسغين وليس إلى المرفقين، هل هذا التيمم صحيح وهل هو مجزئ؟ نعم صحيح هذا، ولكنه ليس الأفضل، ففاتك المستحب فقط في الضربة الثانية وفي قضية إيصال المسح إلى المرفقين، ولكن تيممك مجزئ ولا حرج عليك. نعم نعم. أحد الإخوة يسأل عن الطريقة المثلى لتدبر القرآن الكريم. هذا سؤال صعب. قضية الطريقة المثلى يعرفها الإنسان بروحه، لابد أن يخشع لله سبحانه وتعالى، ولابد أن يتصور المعنى الذي أعطته له الآية، وهذه قضية لابد من معرفة المعاني، معاني الكلمات في القرآن الكريم، وقضية المناسبة التي نزلت الآية بسببها وإلى آخره، يعني القضية هذه تتكون بالإكثار من العلم. نعم. وبعد ذلك يتوجه يعني بهذا الخشوع لله سبحانه وتعالى. نعم. أحد الإخوة يسأل يقول: هل خدمة المرأة لزوجها واجب عليها، وهل هو من الطاعة في المعروف أم هو من يعني فوق ذلك، يعني هو من المندوبات وليس من الواجبات؟ بالنسبة للمالكية يقسمون الخدمة إلى قسمين. القسم الأول يسمونه خدمة باطنة، والآخر يسمونه يعني خدمة خارجة. الخدمة الباطنة هو مثل الطبخ ويعني وغسل الأواني وغسل الملابس إلى آخره، هذه داخلة. نعم تجب على المرأة، نعم أو يجب على المرأة أن تفعله. وأما الخارجة فأن تسقي له أشجاره أو أن تعلف له دابته إلى آخره، هذه من الأمور الخارجة التي لا تلزم بها المرأة، ولكن إن فعلته فذلك أحسن. نعم. هل تجب صلاة الجمعة على من أكل الثوم والبصل يوم الجمعة خاصة إن تعمد ذلك؟ إن شاء الله سنتحدث عن أحكام الجمعة في الحلقات القادمة.
بالنسبة لأكل الثوم ممنوع بسبب إضراره للناس، لكن يعني هذا الذي أكل الثوم عمدا لا شك أنه لا يريد أن يصلي الجمعة، ولذلك ارتكب إثما كبيرا. ومعلوم وقد ورد في الأحاديث من ترك جمعة واحدة يعني اسود ثلث قلبه إلى آخره، ومن ترك جمعتين ومن ترك ثلاث يعني لكن اسود قلبه كاملا. فلا يعني لا يتصور أن مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أحكام الله يعني يعمل فعلا يفعل فعلا لا 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 يحضر معه الجمعات، لا نتصور ذلك. نعم، لكن نقول إنه حتى لو أكل الثوم هذا أو شيئا يقابله فإنه يصلي الجمعة، لكن يبتعد عن الناس، يصلي في آخر صف أو وحده. نعم، على رأي كثير من العلماء الذين يقولون إن المصلي وحده صلاته صحيحة، والله أعلم. نعم، أحد الإخوة يقول هل يجوز للنازحين المتضررين من تغول أصحاب العقارات من المؤجرين أن يلجأ للمحاكم برفع الدعاوى القضائية لطلب إعمال نصوص قانون الإيجار، خاصة وأن هذا القانون وضع أسس ومعايير لتحديد الأجرة، وأن نصوصه ألزمت المؤجر برد قيمة الفرق إذا كانت الأجرة أعلى من سعر اللجنة، وذكر بعض النصوص أنه بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، لكن سؤاله هل يجوز له أن يلجأ للقضاء إذا خالف المؤجرون هذه القوانين والأحكام وجاروا على بعض الناس وتضرر الناس من ذلك؟ هو هذا هو ما كان ينبغي لأصحاب الأملاك أن يفعلوا ذلك، لكن إذا فعلوا هذا والقوانين تمنحهم أو اللوائح يجوز لمن تضرر أن يرفع أمره إلى القضاء. نعم، لكن استغلال الناس واستغلال الحالات اللي فيها الناس لا يجوز ابتداء أصلا. نعم، هي هذه المسألة التي من أجلها ربما كما ذكرتم السؤال يتغولون على المستأجرين بسبب الظروف التي تحيط بالبلد. نعم، أحد الإخوة يسأل من استيقظ من النوم متوضأ وغسل وجهه ثم تبين له بعد الصلاة أن في عينه أثر النوم، هل يعيد الوضوء والصلاة أم لا؟ القضية لم يفصل لنا الأمر، هل يعيد الوضوء يعني الأثر الذي وجده هل هو يعني مادة تفصل بين جزء من وجهه وبين الماء، هذه معناها في بقعة الآن يعني تركت، ففي هذه الحالة يعني يغمرها بالماء. نعم، يأخذ رفعة من الماء ويضعها عليها لبقية الصلوات التي ويعيد الصلاة هذه التي صلىها بهذا الشكل. وأما إذا كان غير مجرد وهم أو مجرد شك بأنه لم يعمم الوجه في الغسل بسبب ما توجد من مادة أحيانا على العين فذلك غير مؤثر في هذه المسألة. نعم، أحد الإخوة يسأل عن حكم من يسهو ويشك كثيرا في صلاته، ذكرتم أنه لا يلتفت إلى هذا الشك وأن الشك في مثل هذه الحالة مطرح وأنه يبني على الأكثر لا على الأقل كما هي القاعدة، فهل يجب عليه حينما يشك أن يسجد سجود السهو إرغاما للشيطان أم يستحب له ذلك أم لا يستحب ولا يجب؟ هو هذا لا يجب قطعا. والذي أعرفه أن بعض العلماء قالوا يعني أنه يستحب له أن يسجد للسهو بعديا ترغيما للشيطان، وبعضهم من المالكية كل هذا، وبعضهم قال لا حتى استحبابا لا، هذا الذي يسهو كثيرا وهو الموسوس، نعم، أو المستنكح كما ذكرنا
هذا لا يسجد عند بعض العلماء. نعم. نعم. أحد الإخوة يسأل عن مسألة يكثر السؤال عنها في بين الناس، وهي قضية مختلطة بين القضايا الاجتماعية والأحكام الشرعية، وهي قضية المتسولين في الشوارع، وربما يختلط فيهم الصادق بالكاذب، فما حكم إعطائهم ابتداء، وما حكم يعني نهرهم؟ هل يدخل في الإثم الوارد في قوله تعالى، أو في النهي الوارد في قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر؟ لا شك أنه يدخل. نعم. ولذلك قلنا هذه في المسألة أكثر من مرة، قلنا إذا كنت أنت تشك في أنهم يعني ليسوا فقراء ولا يستحقون هذه الصدقة لا تعطيهم، لكن أيضا لا تنهرهم، نعم اتركهم. أما إذا كنت متيقنا بأنهم لا يستحقون أن يعطوا من الصدقات فلا تعطيهم، قضية واضحة. نعم. تعطيهم في حالة التيقن، ولا تعطيهم في حالة التيقن من حالهم وفي حالة الشك يعني تستطيع أن تتركهم. نعم. ولكن اللي لابد منه هو ألا تنهرهم. يعني إما أن تصرفهم بقول جميل وإما أن تعطيهم، لكن النهر ممنوع. هو ذاك. نعم. أحد الإخوة يسأل عن صيام 3 أيام من كل شهر، ورد في فضلها في السنة أحاديث، هل هي محددة بأيام معينة من الشهر استحباب هذه الأيام، أم هي يعني في أي وقت من الشهر شاءها؟ أما المالكية فلم يحددوها بيوم معين من الشهر. وأما من أخذ بظاهر الحديث وهم كثير من الفقهاء خارج المذهب، فإنهم يقولون اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخمس ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر. نعم. هذه الأيام هي المطلوبة، وهي أيام البيض لأن القمر يتكامل فيها، والله أعلم. نعم. أحد الإخوة يسأل عن الطريقة الأسهل والأمثل لقراءة الفقه واستيعاب أهم مسائله. وهذه مسألة صعبة. نعم. هو أولا لابد أن يبحث عن شيخ حتى يفصل له هذه الأمور، لأن بعضها لا يستطيع الإنسان أن يستوعبه وحده، خصوصا في الكتب المبتدئات. نعم. فإذا تقدمت به الحال وعرف المصطلحات وما في حكمها إلى آخره، يستطيع أن يقرأ الكتب المتقدمة بنفسه حتى بدون استعانة. فيعني لا أعلم سؤاله، يعني هل يريد ذكر هذه الكتب؟ فهذا يعتمد على المذاهب. لا أعرف ولم أفهم السؤال بالضبط. يعني هو يسأل عن طريقة يعني معينة، كأنه يريد أن يستعين بها في أداء الأحكام، الصلاة والصيام والطهارة، يفهمها يعني عامة الناس. هذه إذا كان هو عنده فكرة أصلا عن الفقه، القضية سهلة. نعم. يبتدئ بالكتب على حسب ما استوعبه من قبل، يبدأ بالكتب التي يبتدأ بها، مثلا مختصر الأخضري في الفقه المالكي، وابن عاشر، والعثماوية نعم بشرحها ابن تركي وبالتحشية عليها من قبل الصفتي، ثم يتحول إلى الكتب الأكثر تعقيدا والتي هي متقدمة، لأن بعض الكتب التي ذكرناها اعتنت بمسألة الطهارة والصلاة، وبعضها اعتنت بالطهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة ولم تتطرق للمعاملات، وبعض الكتب تطرقت للفقه كله. ويعني من الكتب التي تطرقت إلى الفقه كله مثلا لا أعرف اسماء ماذا أقول، يعني شروح خليل، لكن شروح خليل فيها نوع من التعقيد متقدمة،
متقدمة نعم، وأسهلها يعني الكتب التي فيها معاملات ولكنها ليست معقدة باصطلاحات الفقهاء وغير ذلك. وهذه من أحسن ما رأيت نعم، مثلا لمدونة الفقه المالكي للشيخ الصادق الغرياني وللشيخ الحبيب بن طاهر وأمثالهما، هذه مستوعبة للفقه وأسلوبها سهل، يستطيع المثقف العادي أن يظفر منها بشيء، الله أعلم. لكنها شيخ لا تفرد المسائل فحسب بالحديث، فيها أحيانا في الغالب يعني أدلة وردود وكذا. نعم، هذه تعتمد على القارئ أيضا، يستطيع أن يقرأ الأحكام فقط ويستطيع أن يقرأها بما معها من أدلة كما ذكرتم. نعم. حكم من نوى صدقة ثم عدل عنها، هل يجب عليه تأديتها من باب ولا تبطل أعمالكم، أم أن النية لا تلزم في ذلك وإنما يلزم حين الشروع فيها؟ نعم، بعض العلماء ولعل أكثرهم يقولون يعني إذا أخرجها بالفعل ثم ردها فهذا ممنوع، أما إذا مجرد خطرت له خاطرة داخل نفسه أنه سيتصدق ثم عدل عن ذلك ولم يفعل فلا شيء عليه. نعم. هل يجب التقاط المال الضائع اللقطة الذي وجد في الشارع للتعريف به أم لا يجب ويجوز تركه؟ هو يجوز تركه، لكن متى يجب؟ إذا ظن قويا أو تيقن بأنه سيؤخذ أو سيأخذه من لا يرجعه إلى صاحبه ولا يعرف به. أما إذا كان يعرف يقينا أو غلبت ظن بأن حتى لو أخذه آخر فإنه سيعرف به ولا يملكه، فتصبح القضية يعني جوازا إباحة وليست وجوبا. نعم. لعلنا نختم بهذا السؤال. أحد الإخوة يقول فاتتني صلاة الصبح يوم الجمعة واستيقظت على خطبة الجمعة ووصلت المسجد قبل الإقامة، هل أصلي الصبح أو أصلي الجمعة ثم أعيد الصبح، وهل إن أعدت الصبح يلزمني إعادة الجمعة ظهرا للترتيب؟ لا، الجمعة لا تعاد أولا، وبعد ذلك احنا لا نعرف يعني عند السؤال هذا هل عليه فوائد وكم عددها. فإذا يعني هذه القضية فصلناها نحن، فإذا كان عليه فوائد إما أن تكون قليلة أو كثيرة، فالفوائد القليلة هي عبارة عن 5 صلوات، وأما إذا كانت كثيرة فهي في 6 فما فوق. لا نعرف هذا السائل بارك الله فيه هل عليه فوائد كثيرة أو ليس عليه فوائد أصلا إلا الصلاة هذه التي ذكرها وهي الصبح فقط. وهذا يعتمد إذن الجواب على قضية عدد الفوائد التي هي عليه. وننبه على أن لما نتحدث عن الفوائد يعني الفوائد التي نتحدث عنها هي كل صلاة فاتته منذ بلوغه إلى الآن إلى الحالة التي حكي عنها. نعم. لكن في حال فقط صلاة الصبح عليه لأنه تأخر في النوم فوصل إلى المسجد ولم يصلي الصبح، هل يعني يصليها والإمام يخطب؟ والله أظن هذا محل السؤال. نعم، المفروض أن يصليها والإمام يخطب. نعم. بارك الله فيكم شيخ، جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سل العلماء كي تروى عن الأحكام.